انقلاب جذري على الأجواء خلال الساعات القليلة القادمة. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاء للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء الدافئة في عموم مناطق المملكة نتيجة لاستمرار تأثير الكتلة الهوائية الدافئة القادمة من القارة الإفريقية نحو عموم منطقة بلاد الشام، لكن خلال الساعات القادمة يتوقع أن يحدث تغيير جذري في الأجواء مع ابتعاد هذه الكتلة الهوائية الدافئة لتحل محلها كتلة هوائية باردة نسبيا ستعمل على انخفاض حاد على درجات الحرارة، انقلاب في الأجواء وانقلاب أيضا في درجات الحرارة، كما تكون الفرصة واردة أيضا لهطول زخات من الأمطار. تفاصيل أكثر نبدأ نستعرضها في هذه النشرة، لكن لا بأس نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية أو بخرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة اعتبارا من ساعة ظهيرة اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء خلال ساعات النهار تحديدا تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الدافئة في عموم منطقة بلاد الشام، طقس دافئ مستقر في عموم المناطق، لكن مع ساعات الليل أي ليلة الثلاثاء على الأربعاء تقترب كتلة هوائية باردة نسبيا هي ناتجة عن امتداد لمنخفض جوي يتمركز بعيدا فوق الأراضي التركية يدفع بهذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا والرطبة نحو شرق البحر الأبيض المتوسط ثم لاحقا نحو عموم منطقة بلاد الشام، بالتالي تصبح الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء. خلال ساعات نهار يوم الأربعاء تكون الفرصة واردة أيضا لهطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية مع ازدياد تأثير هذا الامتداد للمنخفض الجوي وتعمق للكتلة الهوائية الباردة نسبيا أكثر في منطقة بلاد الشام، بالتالي يوم الأربعاء تكون الأجواء باردة نسبيا، رياح نشطة كنتيجة كما ذكرنا لامتداد لهذا المنخفض الجوي وأيضا انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، تكون درجات الحرارة باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، قد تكون باردة في المناطق الجبلية العالية مع فرصة كما ذكرنا لهطول زخات من الأمطار على فترات. لكن السمة الأبرز في الأحوال الجوية اليوم الغد هي الرياح النشطة التي تستهب في عموم مناطق المملكة والتي استعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية. تستمر فرص هطول زخات الأمطار حتى ساعات ليل الأربعاء على الخميس لتشمل مناطق إضافية من المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية مع استمرار فرصها أيضا في المنطقة الشمالية والوسطى، لكن تبدأ تتراجع تأثيرات هذه الغيوم الماطرة تدريجيا مع ساعات صباح يوم الخميس مع ازدياد الأجواء الباردة بشكل عام، بالتالي يوم الخميس تصبح الأجواء أو تميل الأجواء للاستقرار لكن تكون باردة بشكل عام. استعرض أكثر تفاصيل حول درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة لتحدث أكثر هنا حول الانقلاب الحراري الحاد. يوم الثلاثاء هذه الكتلة الهوائية الدافئة تسيطر على عموم منطقة بلاد الشام وهذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا التي تبدأ تقترب من المملكة. لاحظوا كيف تقترب هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا عبر شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام لتصل تأثيراتها مع ساعات ما بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس وتزداد تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا خلال ساعات نهار يوم الأربعاء. كما ذكرنا يوم الأربعاء طقس بارد نسبيا شتوي بشكل عام في عموم مناطق المملكة. تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا تزداد يوم الخميس بالرغم من الاستقرار التدريجي على الأجواء، وبالتالي هناك انخفاض إضافي على درجات الحرارة يوم الخميس يستدعي لبس ملابس شتوية ثقيلة. تكون هذه الأجواء الباردة محسوسة أكثر خلال ساعات الليل. التوقعات الجوية للعاصمة عامة خلال هذه الليلة تسود أجواء كما ذكرنا أو تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار مع ساعات ما بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء ما بدأ تأثيرات الامتداد للمنخفض الجوي. طقس غائم جزئي مع زخات مع احتمال زخات من الأمطار، 12 درجة مئوية فقط كحرارة مقاسة المحسوسة 12 درجة، الرطوبة 100% والرياح تتحول لتصبح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان، التوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء
تأثيرات هذا الامتداد للمنخفض الجوي، رياح نشطة بشكل عام مع فرصة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات النهار، 15 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى، الصغرى 8 درجات مئوية فقط، وتكون الفرصة واردة أيضا لهطول بعض زخات الأمطار المتفرقة خلال ساعات الليل. يوم الخميس تميل الأجواء للاستقرار تدريجيا، ولكن تنخفض درجة الحرارة بشكل إضافي، 14 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى، أما الصغرى 7 درجات مئوية. يوم الجمعة أجواء غائمة جزئية مع 18 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 10 درجات مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم غد، نبدأها من المنطقة الشمالية. تأثيرات الامتداد للمنخفض الجوي، المفرق رياح نشطة مع فرصة لزخات من الأمطار 16 إلى 7، نفس الأجواء في إربد مع 17 إلى 10، نفس الأجواء والحرارات أيضا في جرش أما عجلون 15 إلى 11. المنطقة الوسطى أيضا تتأثر بهذا الامتداد للمنخفض الجوي، أجواء غالبا غائمة مع رياح نشطة وفرصة لزخات من الأمطار، الزرقاء 17 إلى 8، البلقاء 16 إلى 11، العاصمة عمان 15 إلى 8، مأدبة 16 إلى 8، والبحر الميت 24 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بهذا الامتداد المنخفض الجوي، خاصة القسم الشمالي من المنطقة الجنوبية، خاصة الكرك والطفيلة، حيث تكون الأجواء غالبا غائمة، رياح نشطة بشكل عام مع فرصة لهطول بعض زخات من الأمطار، الكرك 16 إلى 8، الطفيلة 17 إلى 10، الشوبك أجواء غائمة جزئية مع فرصة لزخات من الأمطار 15 إلى 8، نفس الأجواء في معان مع 17 إلى 8، أما العقبة تتفرق بعض الغيوم 24 إلى 12 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية تتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة بشكل عام، الأزرق 18 إلى 6، الصفاوي 18 إلى 4 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا، أما رويشد 20 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع في مثل هذه الظروف الجوية والانقلابات الحرارية، وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.